يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة عندنا أخبار كتير جدا على مختلف الأصعدة سواء محليا عالميا. وقبل كل ده، كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر الأخبار والتفاصيل والكواليس والتطورات داخل القلعة الحمراء، ويمكن ده دايما اللي بيهم جماهير النادي الأهلي في كل مكان. فمن خلال فقرات الحلقة المختلفة عندنا كلام كتير جدا جدا مهم، وهنتكلم فيه ونتكلم بمنتهى الوضوح كالعادة يعني. لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة. سؤال الحلقة بيخص قائمة منتخبنا الوطني الأول، رأيكم إيه في اختيارات فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخبنا لأول قائمة تحت قيادته، ومين اللاعب اللي أنت كنت شايف إن هو يستحق الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر اللي هيبتدي خلال أيام؟ هننتظر تفاعلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الأخير من الحلقة. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، اجتماعات لجنة التخطيط مستمرة استعدادا للموسم الجديد. وفي الترند المحلي، إعلان القائمة النهائية لمعسكر المنتخب 17 سبتمبر. أما في الترند العالمي، لجنة الحكام الإنجليزية تعترف بالخطأ في واقعتي تشيلسي ونيوكاسل، عادي جدا ما فيش أي مشكلة. حاجة عادية جدا بتحصل يعني، نتكلم عنها في الحقيقة يعني في الجزء اللي جاي يعني على طول يعني بعد الفاصل اللي جاي. لكن أكيد عناوين كلها مهمة وتفاصيل هتكون أهم هنتكلم عنها، بس خليني أقول لحضراتكم أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية النهاردة. نبتدي بالدوري الاسباني، بلد الوليد ماتش مع الميريا، وده في ختام هذه الجوله من بطوله الدوري الاسباني اللي بيحمل لقبها ريال مدريد. اما مباريات الدوري الايطالي ففي عدد من المباريات هتتلعب النهارده، بالتحديد ثلاث ماتشات يعني. مونزا هيلاعب اتلانتا الساعه 6:30، وفي نفس التوقيت سالرنيتانا هيلاعب امبولي، والساعه 9:15 تورينو مع ليتشي. دي مباريات الدوري الإيطالي. طبعا الجولة الخاصة بالدوري الإنجليزي اللي كانت بتتلعب خلال الأيام السابقة سبت وحد بالتحديد انتهت امبارح بماتش كان جامد قوي الساعة 5:30 ما بين مانشستر يونايتد وأرسنال، وتفوق مانشستر يونايتد على أرسنال بنتيجة 3-1 عشان أرسنال يخسروا أول خسارة بعد 5 انتصارات متتالية في بداية الدوري الإنجليزي الشيق والممتع بكل تأكيد. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل اللي عندنا كلام غاية في الأهمية بخصوص النادي الأهلي وبخصوص الأخبار المنتظرة من قبل جماهير النادي الأهلي، فهنطمنكم إن شاء الله بشكل كبير، استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. عايزين بس نعزي امير توفيق مدير اداره التعاقدات بالنادي الاهلي في وفاه والده بالامس. يمكن هو كان اثناء الاجتماع اللي كان موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وايضا كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، وكان موجود اعضاء لجنه التخطيط للكره كابتن محسن صالح كابتن زكريا ناصف، وكان بيحضر كمان في الاجتماع ده الكابتن سعيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان وامير توفيق. وهو في الاجتماع كان جاله رسالة يعني بوفاة والده، فطبعا مشي في نفس التوقيت بشكل سريع وكان منهار بشكل كبير جدا، وربنا يا رب يرحم والده ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أمير توفيق ويصبر أهله يا رب كلهم. ويمكن الصورة دي من الجنازة النهاردة بتاعت والد أمير توفيق، موجود طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، موجود كمان الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة في خلفية الصورة، والكل كان موجود طبعا لمواساة أمير توفيق وللوقوف بجواره في هذه المحنة يعني. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يصبره ويرحمه هو خالص التعازي لأمير توفيق. امبارح كمان كان عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب، ويمكن العزاء ده حضر فيه عدد كبير جدا من الشخصيات العامة، وكان ناس كتير قوي 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 بمختلف الانتماءات حريصين أشد الحرص على مواساة الكابتن محمود الخطيب في أو بعد وفاة شقيقته من خلال هذا العزاء. وهنا ده يدل على مدى يعني حب الناس لشخص الكابتن محمود الخطيب، الشخص المهذب المحترم صاحب الأخلاق العالية جدا، واللي دايما بيتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع، واللي عمرنا ما شفناه بيغلط في أي حد
بل بالعكس دايما في اجماع على اخلاقه واحترامه وادبه وتربيته يعني بكل تاكيد. فخالص العزاء مره ثانيه للكابتن محمود الخطيب بكل تاكيد. ويمكن انا كنت موجود امبارح في العزاء ولمست قد ايه الحب الكبير جدا جدا للكابتن محمود الخطيب من كل الحاضرين والحرص الشديد على التواجد يعني. لكن بس عايز اقف على او عند الصورتين دول، يا ريت نعرضهم تاني يعني، صوره الكابتن محمود الخطيب وتواجد كمان المهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي السابق ومواساته للكابتن محمود الخطيب، وايضا تواجد الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق في يعني مناسبه حزينه زي دي. وده اكيد شيء مهم جدا جدا، الصورتين اللي انتم شفتوهم دول، وده ان دل يدل على ان كل اولاد النادي الاهلي على قلب رجل واحد سواء في الحلوه او في المر، وهي يمكن دي او ده اللي احنا دايما اتعودنا عليه داخل النادي الاهلي. الناس كلها بتكمل بعض لمصلحه الكيان. المهندس محمود طاهر طبعا كان موجود في فتره كبيره جدا، ادى دوره على اكمل وجه، والناس كلها بتحترمه وبتحبه وبتقدره بشكل كبير جدا. وبصوا العلاقه ما بينه وبين الكابتن محمود الخطيب عامله ازاي، وحرص المهندس محمود طاهر على مواساه الكابتن محمود الخطيب في المناسبه الحزينه دي. برضو الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق اللي كان متواجد، واللي اكيد هو قيمه كبيره جدا جدا من القامات الموجوده داخل النادي الاهلي، وفي عهده شفنا يعني افراح وانجازات وحاجات كتير جدا جدا كويسه في الحقيقه. فالصورتين دول يعكسوا لك على طول كده ايه الاهلي، كلمه الاهلي من خلال الصورتين دول. شوف العلاقه دايما كويسه، او ممكن مجلس كان موجود ومشي، مجلس دلوقتي تاني موجود، وفي مجلس اسبق كان. بالمناسبه الموضوع مش يتعلق برؤساء الانديه بس يعني الكابتن حسن حمدي بس او مهندس محمود طاهر بس، لا، اعضاء مجالس الادارات المختلفه او المتعاقبه على مدار الفتره اللي فاتت، الكل كان حريص على مواساه الكابتن محمود الخطيب ان هم يكونوا جنبه في مناسبه حزينه زي دي يعني. فده بيعكس الاحترام المتبادل دايما داخل النادي الاهلي. هو ده اللي احنا اتعودنا عليه، مش عشان مثلا هو اصلا ما فيش خلاف ما بينهم وبين بعض، بل بالعكس في ود وفي تواصل بالمناسبه، وفي احترام كبير جدا جدا وتقدير بشكل مميز. وهو ده النادي الاهلي. لا عمرنا شفنا مثلا رئيس نادي بيتجاوز في مجلس قبل كده، ولا عمرنا شفنا رئيس نادي بيتجاوز في سابق مثلا بيتجاوز في المجلس الموجود الحالي يعني خالص. الكل بيلتزم الصمت، الكل بيدعم اللي هم موجودين في المسؤوليه دلوقتي، واللي هيجوا في المسؤوليه بعد كده اللي كانوا موجودين هيدعموهم. هو ده النادي الاهلي، وده سر نجاح النادي الاهلي. حتى لو احنا في الفتره اللي فاتت مش موفقين في بعض الاخفاقات والكلام ده، ده طبيعي، عمرنا ما هنفضل نكسب على طول، عمرنا ما هنفضل ناخد كل البطولات على طول، لكن عندنا اوقات الفرحه اكتر بكتير جدا جدا من اوقات الانكسار او الاوقات اللي بنتعرض فيها لهزايم مثلا او اخفاقات يعني. فهو ده النادي الاهلي، الصور بتتكلم لوحدها. ففي الحقيقه كان يعني كان كل الناس بصراحه موجوده، وكان حاجه رائعه جدا الوقوف بجوار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي مكبل بضغوط كبيره جدا جدا. ويمكن هعرض لكم صوره دلوقتي برضو، صوره غايه في الاهميه، بتبين لك قد ايه الراجل ده عليه ضغوط كتير قوي. وبالمناسبه يعني هو طبيعي طالما انت بتتقلد أهم منصب داخل النادي الأهلي، بما إنك رئيس النادي الأهلي والنادي اللي ليه جماهير لا تعد ولا تحصى، فطبيعي هيبقى عليك مسؤوليات كبيرة، وبالتالي هيبقى عليك ضغوط كتيرة جدا جدا. لكن الله يكون في عونه بصراحة. أولا والصورة أكيد هنعرضها دلوقتي، أولا وفاة شقيقته حاجة بتبقى صعبة طبعا، ربنا يصبره يا رب ويصبرهم كلهم بعد وفاته. كمان الحاجة التانية انه اكيد في اسئلة كتير جدا، الناس منتظرة الاهلي في الموسم الجديد الوضع هيكون ايه، الامور ماشية ازاي، القصة هتبقى فيها تحسن ولا لا بعد الموسم اللي خلص ده. فبالتالي هنحاول نعرض لحضراتكم الصورة، هنحاول يعني. فبالتالي اكيد دي من ضمن الضغوط اللي على الكابتن محمود الخطيب. ودايما بنقول ايه، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. ففي حاجات كتير جدا، في حاجات كتير جدا ممكن ما تكونش معروفه للناس. فالرساله ايه؟ الرساله ايه؟ ان الوقت ده هو اكتر وقت محتاج جمهور الاهلي انه يكون في ظهر ناديه وفي ظهر مسؤول النادي
اللي هم لا مكسلين ولا بطئه زي ما الناس بتقول ولا نايمين ولا كلام من ده. دي ناس بتحب النادي. في ظروف كتير، وده اللي هتكلم فيه دلوقتي. في ظروف كتير ممكن تعطلك وانت بتقاومها في نفس الوقت، فلازم جمهور الاهلي يكون مدرك حاجه زي كده بشكل مهم جدا. وبمناسبه الحديث عن الكابتن محمود الخطيب والضغوط الكبيره جدا اللي عليه، ومش عليه هو بس، على كل مجلس اداره النادي الاهلي وعلى كل المسؤولين على الكوره داخل النادي الاهلي، واي حد جوه منظومه النادي الاهلي دايما بيبقى عليه ضغوط، لان هو موجود في اكبر نادي في الشرق الاوسط كله، هو اكبر نادي في افريقيا، فطبيعي الضغوط تبقى موجوده. لكن الشطاره انك تقدر تقاوم الضغوط دي وتقدر تحقق اهداف جمهور النادي الاهلي وطموحاته وترضي غروره، لان جمهور الاهلي غير مختلف عن اي نادي تاني. وهنا بقى الرساله لجمهور النادي الاهلي، خلوا بالكم يا جماعه، الناس بتسال دايما على موضوع المدرب وعلى موضوع الصفقات، واحنا امبارح اتكلمنا على موضوع المدرب وقلنا ان شاء الله باذن الله قريبا هيتم الاعلان، والنادي الاهلي ماشي في معادله صعبه جدا، عامل الوقت مهم وفي نفس الوقت الاختيار الانسب اهم. خلي بالك، انت عايز بسرعه تجيب مدرب عشان تلحق وتبتدي الموسم وفتره الاعداد خلال الفتره اللي جايه والدنيا هتمشي ازاي، دي حاجه مهمه جدا، بس الاهم منها انك تختار صح، مش زي مثلا ما حصل في موضوع سواريش، كان ما مش موفق النادي في اختيار سواريش، وبتحصل في اكبر الانديه، تمام. لكن في نفس الوقت المعادله دي ان شاء الله باذن الله يكونوا ناجحين في ان هم يحققوها. لكن جزئيه الصفقات، الناس تقول إيه هو اشمعنى الاهلي ما بيعلنش عن صفقات، هو الاهلي ايه مشكلته، هو الناس ليه مش بتتحرك، الناس ليه ما بتجيبش لعيبه، هما راضيين بالقايمه اللي عندنا وكلام من ده. خلينا ناخدها جزئيه جزئيه. اول حاجه القايمه اللي عندنا يا جماعه قايمه قويه جدا. هل ده معناه ان احنا مش محتاجين صفقات؟ لا طبعا محتاجين صفقات، وبالتحديد الصفقات الاجنبيه هي الاهم. خلي بالك من كلامي واحده واحده وانا بتكلم معاك دلوقتي، الصفقات الاجنبيه هي الاهم. اكيد هيكون في صفقات محليه بس مش كتير عشان تقوي فرقتك، لكن النقطه الاهم واللي لازم الناس كلها تاخد بالها منها ان احنا عندنا اغلى لاعبين في مصر، اغلى لاعبين في مصر، واي حد بيلبس تيشيرت الاهلي باللوجو ده بتاع الاهلي هو لعيب غالي جدا، اولا عند جمهوره جمهور النادي الاهلي، ثانيا عند تسويقه. يعني الاهلي لو عايز يجيب لعيب وفي صفقات تبادليه والاهلي مثلا شايف ان ممكن لعيب فلاني يخش في الصفقه دي او كلام من ده مش تقليل من اللعيب ده، ده ممكن يكون لاعب غير موفق، وحتى لو هو غير موفق فجمهور الاهلي بيقدره جدا وهو غالي عند جمهور النادي الاهلي، لكن ما حدش حيلو دراع النادي. او ممكن الاهلي يكون محتاج بعض العناصر لسد بعض الثغرات في القايمه، عادي مفيش مشكله، هتسعى وهتحاول تجيبها، لكن تلوي دراعي مش هيحصل، لان انا اصلا عندي لعيبه كويسه، انا اصلا عندي لعيبه هي الاغلى في مصر. بص، مفيش لعيب في اي نادي اغلى من لعيبه النادي الاهلي لو احنا بنتكلم على القيمه التسويقيه او بنتكلم على امكانياتهم. حتى لو مش موفق مع الاهلي، ممكن في لعيبه بتيجي بتبقى موفقه جدا وفي لعيبه في بعض الفترات ما بتبقاش موفقه، حتى لو مش موفقين، لا دي لعيبه غاليه وفلوسها كتير، واي حد عايز يجيب لعيب من النادي الاهلي لازم يدفع فلوس كتير، فالاهلي ما بيتلويش دراعه. وكامل الاحترام لكل الانديه وكل اي نادي ليه الحق انه يحافظ على لاعبين، دي ما فيهاش اي نقاش، لكن في نفس الوقت اسلوب لوي الدراع وعايز فلان وعلان واللي هم اللعيبه الاساسيه عندك في الفرقه، ده كلام يعني ملوش، يعني مش هيحصل. الاهلي كبير تمام باسمه بجماهيره طبعا قبل اي حد، وبلاعيبته الرجاله، واحنا عندنا لعيبه رجاله وهم اكتر ناس هيردوا في الموسم الجديد على اي حد، بخلاف الصفقات اللي انت هتجيبها. مش معنى كلامي، خلي بالك، ممكن واحد يقول لك دلوقتي، بص بقى امير طالع من خلال شاشة قناة الاهلي يقول لك معنى كلامه ان ما فيش صفقات الاهلي هيجيبها، لا طبعا هنجيب صفقات، الاهلي كمان محتاج صفقات، انا بقول لك هو الاهلي محتاج صفقات، في تدعيمات كويسه وفي عناصر مميزه هتنضم للفرقه على المستوى الاجانب كمان تحديدا، بخلاف الاجانب الموجودين عندك، انت عندك ديانج، في حد زي ديانج؟ مفيش. لو انت عايز تجيب ديانج ده دلوقتي من بره لو هو مش في الاهلي هتدفع فيه كام؟ بامكانياته دي وبقدراته اللي ما شاء الله عليه هتدفع فيه كام؟ واحد زي علي معلول، لو انت عايز تجيب واحد زي علي معلول دلوقتي هتدفع فيه كام؟
انت عندك لعيبه كتير جدا تقيله. ممكن الصوره بالنسبه لنا احنا كجماهير دايما بنبقى الصفقات بالنسبه لنا موضوع مغري جدا، اللي هو انا عايز اطمن على فرقتي فيلا الصفقات، هات لي فلان وهات لي علان وهات لي كلام من ده. بس القصه مش سهله، الموضوع فيه دراسه كبيره جدا، مش بيمشي بشكل عشوائي، فلازم انت تبقى مركز في الموضوع اللي زي ده. الصفقات بنبقى متلهفين عليها ونفرح بيها، لكن الاهم ان احنا نفرح بفرقتنا. الصوره بالنسبه لنا الموسم اللي فات بينت لنا ان ممكن يكون الاهلي لا وحش والقائمه كلها وحشه وكمان، وده كلام مش حقيقي. هي اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت اللي اخفقت في بعض البطولات، هي اللعيبه اللي جابت بطولات قد كده، وهي اللعيبه اللي احنا كنا بنسعى ورا التعاقد معاها وجم واضافوا لنا كتير قوي، اضافوا لنا كتير قوي. فالثقه، كل الثقه فيهم، وكل الثقه كمان في العناصر اللي هتيجي، وهتيجي ما تقلقش اصبر بس. والكلام اللي انا بقوله لك ده بقوله لنفسي والله العظيم، اصبر شويه تمام. فدي حاجه مهمه جدا. عندنا كمان بيرسي تاو. بيرسي تاو من اللعيبه المميزه اللي ما كانش موفق في موضوع الصفقات. وبما ان يا جماعه سواريش مشي، انا هقول لحضراتكم حاجه اعتقد ان هي سر يعني بالنسبه للبعض، يعني ما حدش كان يعرفها. بيرسي تاو لما رجع من اصابه العضله الاماميه وشارك مع النادي الاهلي، فكان في الجهاز الطبي قال للراجل سواريش يا مستر سواريش بيرسي تاو ما يقدرش يشارك اكتر من 60 دقيقه. ظروف الماتش بقى مثلا او رؤيه المدير الفني دي حاجه ترجع له، بس في الماتش ده اللي كان من المفترض بيرسي تاو ما يشاركش اكتر من 60 دقيقه، شارك 94 دقيقه بالوقت وهو ضايع، فالاصابه تجددت. فالناس ظلمت بيرسي تاو، قالت لك ده لعيب عنده اصابات مزمنه، ده لعيب اصاباته كتير، ده لعيب كبير واتقل واصبر على بيرسي تاو ده في الموسم الجديد، خصوصا مع الحماس الكبير قوي اللي عنده والروح الكبيره جدا اللي شفناها في الماتشات الاخيره، واصراره على اثبات قدراته لمين؟ لجمهور النادي الاهلي. الجون اللي اتلغى بالمناسبه بتاع بيرسي تاو في ماتش فاركو لو تفتكروا، كم الروح والحماس اللي كان عنده وهو رايح يحتفل مع جمهور النادي. الجون اللي كان صحيح ده الفضيحه اللي حصلت لما راح يحتفل مع جمهور الاهلي، ده واحد عايز يقول يا جماعه انا هنا، انا حظي كان سيء بس الموسم الجديد هتشوفوا واحد تاني باذن الله، واحد احد، انتظروا بيرسي تاو في الموسم الجديد، الا اذا مثلا حصل حاجه، جه عرض مثلا مغري كلام من ده، الامور مشيت كده. لكن حتى الان بيرسي تاو مكمل وكل الدعم ليه وللاجانب، فهتدعم باثنين مثلا اجانب تانيين مع الخمسه دول، مع الثلاثه دول عشان يبقوا خمسه، وباذن الله نكون موفقين في الاختيارات الصائبه. فالملفات كتير محتاجه مسانده وصبر مننا، محتاجه مسانده وصبر. ده بخصوص الجزئيه بتاعه الصفقات. تعالى بقى لملف اخر، واحنا لازم نقارن نفسنا يا جماعه بالدوريات الاوروبيه واللي بيحصل فيها عشان لو احنا عايزين نتطور ما نقعدش نكابر. فالجوله الاخيره في الدوري الانجليزي كان فيها مشاكل تحكيميه، متخيل الدوري الانجليزي الجوله الاخيره اللي اتلعبت اللي هي الجوله السادسه فيها مشاكل تحكيميه. حصل ايه؟ حصل ايه من لجنه الحكام برابطه الدوري الانجليزي البريمير ليج؟ طلعوا قالوا يا جماعه احنا اسفين بصراحه، في اخطاء في ماتش نيوكاسل مع كريستال بالاس وماتش تشيلسي مع ويست هام يونايتد، احنا بنقول اهو احنا بصراحه غلطانين، واحنا هنشتغل على تصحيح الاخطاء دي، واحنا هنشوف ايه المشكله في التواصل ما بين حكم الساحه وحكم الفار، ونزلوا بيان بيعترفوا فيه ان هم في غلط عندهم وفي جزئيه لازم تتعالج. وخليني اقرا لكم البيان شويه، يعني مش هقراه كله بس اقول لكم يعني اللي مكتوب ايه. اعترفت لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج رسميا بأن قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد فيما يتعلق برفض الأهداف خلال مباراتي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد يوم السبت بالمسابقة كانت خاطئة. وتعهدت اللجنة، بص بقى بص يا جماعة الاحترام، هي دي الناس اللي عايزة تتطور. وتعهدت اللجنة بالتعاون الكامل في المراجعة التي تجريها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن المباراتين. وبالمناسبه كان في خطا تاني في ماتش مانشستر سيتي واستون فيلا، هدف لكوتينيو ما اتحسبش رغم انه مش اوفسايد، بس هو الحكم كان صفر قبل ما الكره تخش جوه الجون يعني. واتخذت اللجنه المسؤوله عن حكام المباريات الاحترافيه بانجلترا خطوه نادره تتمثل في الاعتراف باخطاء قرارات فار في بيان اصدرته الاحد، مبديه موافقتها على طلب رابطه الدوري الانجليزي الممتاز باجراء تحقيق اضافي. قال لك لا حققوا شوفوا القصه ايه، قالوا لهم حاضر احنا فعلا غلطانين وسيبونا احنا نعالج ما تقلقوش خالص. وتمت مراجعه الحكم الفيديو مساعد في جميع المباريات بالفعل وكلام من ده، وتطرقوا للحالتين، حاله كانت في ماتش وستام وتشيلسي، وستام جابوا جون في الدقيقه 90 والجون كان صحيح واتلغى، كان هيتعادلوا بيه 2-2 مع تشيلسي،
وكمان لاعب ميتشل اللي هو الظهير الايسر بتاع كريستال بالاس جاب هدف في مرماه بالخطا في ماتش نيوكاسل واتلغى رغم انه هدف صحيح. فهم دول الحالتين بالتحديد، وهنا اعتراضات لاعبي ويستام في ماتش تشيلسي، واعتراضات كمان هتلاقوها لاعبي نيوكاسل في ماتش كريستال بالاس في الماتش اللي انتهى بالتعادل بدون اهداف. اهي الحاله اهي، تمام. فبالتالي الناس قالت لك ايه؟ قالت لك نقر بالواقعتين اللتين تسببتا في عدم السماح بتسجيل هدف في كل من مباراتي تشيلسي ضد ويستام ونيوكاسل ضد كريستال بالاس، وقال لك سنتعاون بشكل كامل مع رابطه الدوري الانجليزي الممتاز وطلبها بمراجعه هذين الحادثين المعنيين باستخدام النتيجه كجزء من التقييم المستمر للاداء الاسبوعي وتطوير حكام المباراه وتطوير حكام المباريات. احنا بقى كان ايه اللي بيحصل عندنا؟ ارجع لي بقى. احنا كان عندنا الكابتن عصام عبد الفتاح لله كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي، كان بيعمل ايه؟ اللي هو كان رئيس لجنه الحكام السابق يطلع يقول حتى لو في اخطاء كارثيه، حتى لو في اخطاء كارثيه واضحه للجميع لاي حد حتى لو ما بيفهمش في التحكيم يقول لك لا دي اخطاء، كان يطلع هو يقول لك ايه؟ دي مؤامره الناس تضغط علينا. لا الحكم ما غلطش رغم ان هو الغلط راكبه من ساسه لراسه زي ما بيقول، يقول لك لا ما غلطش احنا زي الفل واحنا 10 على 10 واحنا صح الصح. مش ده اللي كان بيعمله الكابتن عصام فتاح؟ فاحنا كنا رايحين في سكه صعبه جدا. وحسنا فعل المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم باقاله الكابتن عصام عبد الفتاح. انا شايفها اقاله. تمام؟ انا مش هتقول لي هو اللي صح، لا انا شايفها اقاله، وان هم جابوا كلاتنبرج، خلي بالك كلاتنبرج ده ممكن يبقى زي الفل وممكن يبقى وحش. بس انت بتاخد بالاسباب، اجيب واحد يطور لي يشتغل، موفق اهلا وسهلا، مش موفق خلاص. لكن ما ينفعش يكون كل حاجه عندنا لا كل حاجه بتحصل في الماتشات صح. يا راجل ده احنا لمسنا تطور نسبي وملحوظ حتى لو مش بشكل كبير في اداء الحكام من ساعه ما كلاتنبرج مسك اخر كام جوله في الدوري. ليه؟ لان الحكام كانت خايفه. امال ايه اللي كان بيحصل مع كابتن عصام فتاح؟ لا من امن العقاب اساء الادب، مع يعني مع الفارق ده موضوع تحكيمي وكلام من ده. اللي هو ايه؟ انا عندي واحد بيدافع عني مهما عملت وارتكبت من اخطاء سواء مقصوده او غير مقصوده، انا عندي واحد بيدافع عني على طول. فخلاص بقى ههتم ليه؟ اطور من نفسي ليه؟ فهو ده الفرق. الدوري الانجليزي بجلاله قدره، الناس طالعه تقول لك احنا غلطانين، لجنه الحكام هناك وهنصحح وهنشتغل وهنطور. متخيل؟ هنطور. ما احنا محتاجين ايه بقى؟ احنا محتاجين نتفجر. فان شاء الله باذن الله اتمنى التوفيق ل طبعا كلاتنبرج في المهمه الجديده بعقليه انجليزيه، وده اللي احنا محتاجينه خلال الفتره المقبله. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. بعد ما اتكلمنا عن الاهلي وبعض التفاصيل المهمه، خلينا نتكلم شويه على الجانب العالمي والدوريات الاوروبيه المثيره جدا وبالتحديد الدوري الانجليزي، وكمان بعض الاخبار ممكن نتطرق ليها على المستوى المحلي، بس ده هيكون من خلال الزميل العزيز المحلل الرياضي محمود شاكر، المحلل الرياضي المميز جدا ومستمتع دايما بتحليله. يا حوده مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل حته، وببقى دايما سعيده لما كنت واجد معاك والله يا امير. انت بتنورنا وبتشرفنا يا حوده في الحقيقه يعني. فخليني اتكلم معاك في امور مهمه جدا جدا، ويمكن احنا كلنا ايه الفانتازي السنه دي القصه صعبه انا خالص. شايفك يا امير عمال تغرق وعمال تقع في الترتيب والكابتنه مش ماشيه معاك خالص، فعاوزين نظبط الدنيا كده. فبصراحه الدوري الانجليزي يا حوده هو ده اللي مخلي الواحد ايه مش عارف يختار صح في الفانتازي يعني. وبعدين بيني وبينك انا كابتنت صلاح في ماتش، عملته تريبل كابتن في ماتش بورموس في الدوري اللي خلص 9-0 يعني. فكرت صح، اسمعني بس، انا فكرت بس صح قوي. وقلت ايه صلاح اكيد اقل حاجه يجيب له 2 يا عم، يجيب له ما يعملش حتى اسيست في ماتش فيه 9 اهداف ليفربول في حاجه كده غريبه، في الحظ ولا نقطه ولا نقطه. طيب خلينا اتكلم معاك بخصوص الماتشات في الدوري الانجليزي، وبالتحديد عايز ابتدي من اخر ماتش اتلعب امبارح، ماتش ارسنال ومانشستر يونايتد، وعوده مانشستر يونايتد وفوز ثالث تقريبا متتالي او رابع بمستوى جيد، وبصفقه جديده واضح ان هي مهمه، صفقه انتوني اللاعب البرازيلي، واول خساره لارسنال. رايك ايه؟
طبعا يا امير كلنا اتفقنا وقلنا ان الدوري الانجليزي اول اسابيع مش هتبقى المقياس الحقيقي للترتيب اللي هيبقى في اخر السيزون. كلنا شفنا بدايه قويه جدا 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 لارسنال، 5 مباريات بياخد يحقق فيها العلامه الكامله، ولكن اول اختبار حقيقي لارسنال قدام مانشستر يونايتد المنتشي بصفقاته ومنتشي بفكره تين هاج والمنتشي بتغيير خط الدفاع الكامل اللي ورا اللي فرق بشكل كبير جدا مع مانشستر سيتي. وشفنا ارسنال في اول اختبار حقيقي بيخسر ال3 نقط، ونفس الكلام برضو ليفربول. مش مقياس ان ليفربول اتعادل مباراتين وخسر مباراه وكسب مباراتين فقط ان معناه ان ليفربول مش هيكون موجود في التوب فور او مش هينافس، ولكن دايما اول اسابيع يا امير في الدوري الانجليزي بالذات بيبقى فيها تخبيط كتير جدا، وبيبقى المراكز مش دايما هي المراكز اللي بتني المسابقه. واكبر مثال على كده زي ما قلنا برايتون المركز الرابع، برايتون عامل لحد دلوقتي انطلاقه هائله جدا. انت سالتني على مباراه مانشستر يونايتد وارسنال وهي كانت قمه الجوله السادسة في الدوري الانجليزي. طبعا هو كلنا شفنا مانشستر يونايتد في اول مباراتين لمانشستر يونايتد كان في مشاكل كبيره جدا جدا جدا، اصرار تين هاج على تطبيق طريقته وهي البيلد اب من تحت، واصرار تين هاج على طريقه البوزيشن ان هو يبقى معاه دايما الاستحواذ ويعمل الهجمه من تحت خالص. دي بتعتمد على لازم يكون معايا حارس مرمى بيقدر يلعب برجليه كويس ومعايا مدافعين بيقدروا يطلعوا بالكوره كويس، زائد ان اللعيبه بتاعت نص ملعب يبقى عندها ربط التلت الدفاعي بالتلت الهجومي. ولكن كلنا عارفين ان الدخية دايما كان عنده مشكله كبيره جدا في اللعب بالكوره، اخطاء مباشره في اول مباراتين، نفس الكلام هاري ماجواير. الراجل تين هاج جه امير غير خط الدفاع بالكامل من اول وان بيساكا لغايه ماجواير لاندلوف والناحيه الثانيه لوك شو، وغير الناس كلها. طبعا لساندرو مارتينيز اللي كان قابل انتقادات كتيره جدا بسبب قصر اقامته، ولكن الراجل الجامب بتاعه عالي جدا، الراجل عنده روح كبيره جدا، الراجل جدا جدا. هو انت عارف كل لعيبه امريكا اللاتينيه لما بتلعب بقلب يعني بيفرقوا بشكل كبير جدا. لساندرو مارتينيز مع فاران عاملين ثنائيه هايله كاتنين ستوبر لمانشستر يونايتد، زائد ان تين هاج بدل ما كان عاوز يبتدي البيلد اب من تحت ويعمل الباس ويبتدي الكوره من تحت والكلام ده، شفته لا شفناه بيلعب اللعب المباشر الدايركت في الكور العاليه. وفي طريقه ثانيه طبعا وهي الكونتر اتاك اللي هنشرحها، لما مانشستر يونايتد بيقطع الكوره لما بيعمل الضغط وقطع الكوره من ارسنال، مانشستر يونايتد قدر يحرز 3 اهداف في 3 كور عباره عن كونتر اتاك والترانزيشن اللي تعول التحول السريع جدا اللي كان ما بين اريكسن وكان ما بين برونو فرنانديز. طبعا يا امير كان في مشكله دايما عند مانشستر يونايتد وهي اللعيب رقم 6 واللعيب رقم 8. كان مانشستر يونايتد دايما بيلعب باثنين رقم 6 وواحد رقم 8 اللي هو برونو فرنانديز، وكان بيلعب ماكتوموناي وفريد. ماكتوموناي وفريد عندهم مشكله كبيره جدا في الضغط لما حد بيتضغط عليهم، الراجل انتدب اريكسن وعكس، بدل ما بيلعب باثنين 6 وواحد 8 بقى يلعب باثنين 8 وواحد 6، وبيخلي بالظبط ويخلي دايما يا امير ماكتوموناي بيبقى واقف على حدود منطقه ال 18 لاي كور ثانيه والقطع الكور من الفريق المنافس. لو نشوف ال3 اهداف بتوع مانشستر يونايتد بنشوف التناغم الكبير جدا ما بين اريكسن وما بين برونو فرنانديز ومهاره برونو فرنانديز في لعب الثرو باس، زائد ان مانشستر يونايتد كان بيطبق اسلوب شبه شويه اسلوب سولشاير وهو التحولات والكونتر اتاك، بيعمل كومباكت وبيعتمد على سرعات لعيب زي راشفورد اللي هو يعني نقدر نقول راشفورد منتشي جدا اول 4 5 اسابيع. تحول شكله، هو لعيب سريع جدا. جريته والله وراه على طول امبارح قبل ما يخلص، اشتريته على طول. بعد 6:30 دلوقتي كان ب6:30. بقول لك ايه، طيب عايز اسالك على حاجه يا محمود. يعني يمكن تاخر شويه مشاركه كاسيميرو بشكل اساسي رغم اهميه هذا اللاعب، وخصوصا ان انت بتتكلم على انه دلوقتي ايريك تين هاج بيلعب ب2 8 1 6، الستة ده اللي هو ماكتوميناي. لو اتشال ماكتوميناي وحط كاسيميرو اعتقد ان الامور هتبقى كمان افضل من كده. ايه اسباب تاخر الدفع بكاسيميرو بشكل اساسي في تشكيل اليونايتد؟ سالوه امبارح في المؤتمر الصحفي بيقولوا له لحد دلوقتي كازيميرو جاي بقاله 3 اسابيع ولحد دلوقتي لسه ما ابتداش المباريات، قال لهم ماكتوميناي بيلعب مباريات قويه جدا جدا وفي التوب فورم بتاعه، زائد ان كازيميرو ما ابتداش معايا فتره الاعداد او البري سيزون حاله كحال كريستيانو رونالدو. ولكن انا اعتقد يا امير ان هي مجرد
مباريات قليله جدا جدا جدا، وهتلاقي كازيميرو هيبدا يبتدي، اللي انت خد بالك اليوروبا ليج هيبتدي يوم الخميس، هيحصل اكيد روتيشن وهيحصل اكيد تغييرات كتيره جدا. كازيميرو طبعا رقم واحد هيبقى في المكان ده، وكازيميرو هيبقى افضل لعيب، وشفناه لما نزل الشوط الثاني مع مانشستر يونايتد قدر يديله الاستحواذ. اخطا في ميس باس في واحده كانت ممكن تدخل جون على مانشستر يونايتد، ولكن بيدي طبعا اريحيه بشكل كبير جدا جدا جدا، خصوصا للاثنين بتوع نص الملعب سواء اريكسن او برونو فرنانديز. طبعا كلنا كنا بنتابع كازيميرو في ريال مدريد، الراجل كان لوحده بيقوم بدور نص الملعب، فاعتقد ان هي ما هي الا فتره معينه وهيدخل كازيميرو. وهو راجل بيقول لك، راجل دايما احنا شايفينه يا امير منظم جدا جدا، راجل صارم جدا جدا، ما بيفرقش معاه اسامي كبيره. يعني من الحاجات الناس كلها مستغرباها ان كريستيانو دلوقتي رونالدو لحد النهارده ما بداش ولا مباراه اساسي، ولكن انا شايف ان الراجل بالطريقه دي شخصيه قافل ودنه شخصيه جدا. هو قاعد قائد الفريق اللي هو هاري ماجواير، ويقعد الناس دي كلها طبعا شخصيه، واعتقد ان مانشستر معاه في الطريق الصحيح. ولكن خلينا نقول، طب ما انت تقول لي مثلا، طب يا محمود، طب ما هو الراجل لاعب انتوني، الراجل عنده زي ما انت عارف كده، في مدربين عندهم قناعات كده باولادهم زي ما بيقولوا. انتوني ده من الراجل كان معاه في ومالاسيا برضه كذلك، بالظبط، ومالاسيا واريكسن ومارتينيز كان معاهم برضه. مارتينيز كان معاه في اياكس امستردام، فدول ولاده عارفين طريقه لعبه والكلام ده كله. انتوني انفجر واحرازه هدف امبارح يا امير فرق بشكل كبير جدا 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 معاه، لان دايما بتفرق. هو اغلى لعيب واغلى لعيب في الميركاتو، وكلنا عارفين. بص امير، كل سنه اغلى لعيب في الميركاتو بيجي من اول بيل لما راح ريال مدريد، بالزبط. بيمثل ضغط كبير بالزبط. جدا على لعيب، وشايفين دلوقتي داروين نونيز، وشايفين الكلام ده كله. فاعتقد ان البدايه كانت مهمه جدا مع انتوني، اللي طيب. اكيد هيجي منه كتير. النقطه المهمه دلوقتي، مارتينيز خلاص اتصاب، ما اعرفش مده الاصابه هتكون قد ايه، فالكابوس اللي بيخاف منه شويه جمهور مانشستر يونايتد هو عوده ماجواير. فبالتالي أكيد. هل بتشوف ان ممكن يتاثر دفاع مانشستر يونايتد ب عودة ماجواير في خط الدفاع حساب مارتينيز؟ وفي نفس الوقت هسألك على برضو أرسنال، وحتة ان هم ممكن يوصلوا في المسيرة اللي ابتدوها كويس لحد ماتش مانشستر يونايتد، فبالتالي ينافسوا على بطولة الدوري. هل مانشستر يونايتد وأرسنال يقدروا ينافسوا على بطولة الدوري؟ قبل ما أسألك آخر سؤال على ليفربول. طيب خلينا نتكلم الاول، انت سالتني على هاري ماجواير او مين اللي ممكن يكون موجود. اعتقد بنسبه كبيره جدا هيكون هاري ماجواير، لان المباراه اللي فاتت شفنا كلنا في اخر الدقائق لما ليساندرو مارتينيز اتصاب، هاري ماجواير كان الخيار الاول لتنهاج، مع ان موجود لاندلوف على بنك الاحتياط، ولكن اعتقد ماجواير هو الاقرب. ممكن يكون ماجواير بنسبه كبيره مشكله عند جماهير مانشستر يونايتد، ولكن عارف يا امير، لما المنظومه تشيل لعيب اعتقد ده اللي ممكن يحصل مع هاري ماجواير. ولو احنا رجعنا لليورو اللي فات، هاري ماجواير كان بيلعب مع منتخب انجلترا بطوله من اعظم البطولات اللي لعبها هاري ماجواير في تاريخه، بس ده بسبب ان طبعا انجلترا كانت بتلعب بطريقه معينه، كانت بتلعب 3 4 3 وكان في 3 ورا، ولكن هو لما المنظومه بتبقى كويسه هو ممكن يشيل. ده بالنسبه للسؤال الاول، انما فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو ارسنال. ارسنال ومانشستر يونايتد اعتقد ان المعركه هتكون بالنسبه لهم السنه دي هي وجودهم في التوب فور، هو دي اكبر معركه ممكن تكون موجوده بالنسبه لهم. مفيش اي حد يقدر يجزم ان مانشستر يونايتد او ارسنال ممكن يقدر يكسب الدوري. السكواد بتاعهم قوي، السكواد بتاعهم كتير جدا خصوصا مانشستر يونايتد، ولكن اعتقد ان احنا نتكلم على ان هم ياخدوا الدوري، اعتقد ان السنه دي هيبقى صعب جدا. مانشستر سيتي مرعب بشكل كبير جدا جدا، وليفربول هالاند مرعب. طيب خليني اسالك اخر سؤال يا حوده، موضوع ليفربول وايه المشكله عند ليفربول؟ هل الموضوع بس بيخص نص الملعب والاصابات وكلام من ده، وهل ممكن ليفربول يتحسن ويرجع في المنافسه ولا لا؟ المشكله عند ليفربول يا امير تتلخص في شقين، الشق الاولاني هو انتدابات الصيف. ليفربول انتدب داروين نونيز، دفع فيه فلوس كتيره جدا جدا جدا، ولكن الراجل لوحده مش كفيل ان هو يعوض غياب ساديو ماني، زائد ان احنا كلنا عارفين ان من السنه اللي فاتت في مشكله كبيره جدا في وسط ملعب ليفربول لو تياجو الكانتارا اتصاب، وده اللي حصل. ده اللي حصل السنه دي، حصل في اول الموسم ده كان في غيابات كتيره جدا من 5 ل 6 اصابات، من اول ماتب وكوناتي وتياجو الكانتارا وفابينيو كان مصاب ايضا، فدي عملت مشكله كبيره جدا 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 عند ليفربول. ده بالنسبه لموضوع الانتدابات، هم ما انتدبوش حد. ارتور جي من يوفنتوس، ولكن هو لعيب اصلا كان في الثلاجه، كان البيك بتاعه لما كان في برشلونه وانتقل لليوفي، ولكن اكيد هيبقى افضل بشكل كبير جدا من ميلنر او من هندرسون، اللي انا بشوف ان هم بيمثلوا ازمه كبيره جدا 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 عند ان شاء الله ليفربول. ان شاء الله نتمنى التوفيق ليفربول، نجمنا المصري محمد صلاح يرجعوا في المنافسه. حوده استمتعت بيك في الحقيقه، وبشكرك شكرا جزيلا، يعني نورتنا. انا سعيد جدا بوجود معاكم، بشكرك.
يعني المحلل الرياضي المميز جدا محمود شاكر كان معانا على الهواء مباشره من خلال سكايب، واتكلمنا معاه في كل الامور اللي بتتعلق ببعض الاحداث داخل الدوري الانجليزي، ونشكره شكرا جزيلا. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا فقرات كتير مهمه، استنونا. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نروح للجانب المحلي واهم وابرز الاخبار، ونبتدي بحساب بطولات على تويتر، وبيتكلموا على ان فيتوريا يستقر على ثلاث اسماء لمركز الظهير الايسر في منتخب مصر. مين هم؟ ايمن اشرف واحمد فتوح ومحمد حمدي. الاساسي احمد فتوح في اعتقادي الشخصي طبعا. ايمن اشرف لعيب كبير جدا وخبرات كبيره برضو اضافه للمركز ده، ومحمد حمدي لاعب بيراميدز اللي لسه مجدد عقده مع الفريق. اوكي، نتمنى له التوفيق في الحقيقه فيتوريا، ان شاء الله تكون بدايه جيده بالنسبه له. بوابه اخبار اليوم وحسابه على تويتر بيقولوا اصحاب الجنسيه المصريه في الدوريات الاوروبيه على رادار روي فيتوريا، ويمكن عندنا عدد من اللاعبين الشباب عندهم الجنسيه المصريه في الدوريات الاوروبيه اكيد بيتم متابعتهم، ودي حاجه ايجابيه قوي يمكن كانتش بتحصل قبل كده، فموجوده دلوقتي، فلعل وعسى تستفاد من بعضهم في او مع المنتخب خلال الفتره القادمه يعني. طيب نروح كمان لخبر اخر، الخبر ده مهم قوي بصراحه، يعني يلا كوره حسموه على تويتر رسميا طارق العشري مديرا فنيا لسموحه لمده موسمين، فسموحه السنه الجايه ماتشاتها هتبقى غايه في الصعوبه. ليه؟ اولا تخيل فريق فيه كابتن طارق العشري، طبعا مدرب كبير جدا جدا بس بيعرف يلعب ماتشات قويه قدام الفرق الكبيره مثلا، وفيها الهاني سليمان، فخد تضيع وقت كتير جدا في الامور هتبقى صعبه شويه، لكن في كل الاحوال مبروك طبعا لسموحه كابتن طارق العشري احد ابرز المدربين في الدوري المصري. نروح لفاصل سريع بعدين نكمل، يلا بينا. طيب سريعا عشان خلاص هنختم حلقتنا النهارده والوقت داهمنا بشكل كبير جدا، ناخد تعليق واحد من ابراهيم محمود، واللي كان التعليق على اختيارات فيتوريا لقائمه المنتخب. قال في البدايه مساء الفل عليك يا امير، مساء الفل عليك يا هيمه، اختيارات موفقه من فيتوريا، واهم شيء هو انضمام وجوه جديده في المنتخب هيساعد في حلول في بعض المراكز، وانا اتوقع تالق شادي حسين مع المنتخب، نتمنى له ورب شادي كل التوفيق يكون متالق بشكل كبير جدا جدا في الموسم الجديد. طيب دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى، الى اللقاء.